وصلنا لفقرتنا الرياضية فينا نقول، والمهمة جدا بالنسبة للفئات من الشباب حاليا. زينب، لا تعتبر رياضة كمال الأجسام وزيادة الكتلة العضلية مهمة سهلة، بل هي تحتاج إلى مجهود كبير ولكنها ممتعة للغاية، وبوجه الخصوص للأشخاص الذين يطمحون للحصول على أفضل النتائج. كل هالتفاصيل وفي نصائح معينة كمان لازم نحن نتعرف عليها، وكل اللي هلأ حابين يخوضوا هذا المجال يتعرفوا عليها. بصرنا نرحب بضيفنا الكوتش محمد علان. يسعد صباحك كوتش. يسعد. واهلا وسهلا. يسعد صباحك. انت بالمقدمه وضحتي على شغله انه لعبه بناء كمال الاجسام. نعم. هي لعبه مو بها السهوله وصعبه، ولكن هي كثير. نعم. ممتعه. نعم. نحن بهاللعبه هي بتختلف عن الالعاب الثانيه. نعم. نعم. هي بتختلف انه هي لازم يكون تحت اشراف مدرب معين. نعم. نعم. اثناء التمرين اللاعب. صحيح. تمام. بالنسبة نحن وقت بيجي اللاعب لعنا بفوت على الصالة كمبتدئ، نحن بنوجهه بشغلتين مهمين بالنسبة لنا كمدربين. انه اول شغلة هي انه التحمل والصبر. نعم. تحمل التمرين، ضغط التمرين والصبر، وال اثناء الوقت الزمني تبع التمرين. يعني يمكن كوتش ما اي شخص كمان لازم يكون يفوت كمال الاجسام، المفروض ما يعاني من امراض معينه ويكون نظامه الغذائي ايضا متوازن مع التمرين والجهد اللي عم بيعمله. تماما. نحن هذا الشيء وقت بنشوفه للاعب نحن بنساله اسئله معينه، بنشوف حالته الصحيه، بندرسه على هذا الاساس، نمشي معه ببرامج معينه من مرحله مبتدئ لحتى يتطور عنا بالجهد. نعم. يعني ايضا كوتش خلينا نحكي ايضا عن الفئات العمريه اللي حضرتكم هيك بالاكاديميه بتصادفوها، يمكن لكل فئه عمريه لها تمارين معينه، لكل وزن له تمرين، لكل عضله اذا مشغوله عليها اذا فيها خامه كمان نحكي عن هذا الموضوع. طبعا هو السن المعين بالنسبه لعبه بناء الاجسام هو نعم سن نعم 18. ومثل ما قلت لك هي مراحل التطور، نحن المبتدئ بنبلش معه بنشوف شو بتطور عنده، بنشوف الاجسام الاستقلاب بالجسم كيف عم يتغير معنا، شو عم يتطور عنده. نعم. على الاساس نحن بنطور باللاعب. نعم. طيب خلينا كمان نحكي بما انه جاي من اللاذقيه عن المسابقه اللي قدمتها وحصلت فيها على المركز الثاني. نعم. خبرنا عنها. انا شاركت ببطوله بناء الاجسام لعام 2021 بمحافظه اللاذقيه وحصلت على المركز الثاني، وتم تكريمي من مدير نادي الشرطه الاستاذ حيدر رجوب، بوجه له تحيه وشكر. اكيد. طبعا هي ما انا بهالسهوله، البطوله بدها تحضير وهي من 6 شهور لسنه. نعم. طبعا حميه غذائيه صعبه، ضغط تمرين صعب. كان في تنشيف عندك؟ طبعا، يعني هي الحميه الغذائيه هو توصل للتنشيف، يعني كثير كانت صعبه، بس طبعا بعد ما توصلي تحصلي على مركز يعني بتحسي عملتي شيء كثير حلو. نعم. بتنسي التعب. نعم. يعني ايضا خلينا نحكي عن، نحن قلنا هي مانو بالامر السهل وبيحتاج لمجهود من الكوتش ومن اللاعب، يعني هو مجهود خلينا نقول مشترك مع بعض. ففي مثلا تعليمات معينه نحن فينا نقدمها لاي حدا بده يفوت، نقول له قبل ما يفوت هو ليش فايت، شو بده، شو غايته. فتحكي عنا كوتش، تفضل. تمام. نحن بيجي اللاعب عنا كل واحد عنده هدف معين، عنده هدف معين، ونحن بنشوف شو الهدف يعني شو بده الهدف معين بده يوصله بهاللعبه. طبعا في عالم بتفوت كلياقه، في عالم بتفوت كطموح لشيء معين بدها توصل له، نحن بنمشي معه بنرشده على الشيء المهم بهاللعبه والاساسيات فيها. نعم. مشان يبعد عن الخطا فيها، لان هالايام يعني كثير بصير اخطاء، نحن بنصحح الاخطاء. صحيح. صحيح. نعم. صحيح زينب، يمكن اليوم فقرتنا مميزة جدا وخاصة للفئات اللي حابة شوي دير بالها على صحتها على جسمها. قبل الهواء كنا عم نحكي أنا وياك أنه كله حابب يعمل كتلة عضلية، ولكن هي مو بس هدفها الكتلة العضلية بقدر ما هي هدفها بناء جسم سليم وغذاء صحي. خلينا نحكي عن هذا الموضوع. تماما. نحن بنرجع بنقول انه دائما الجسم السليم اهم شيء، ونفوت بطريقه سليمه ان كان على النادي او اي رياضه ثانيه، ونهتم نحن بهذا الموضوع كثير. وكمدربين انا بتمنى كل المدربين ينصحوهم على الشيء المفيد دائما، يعني ما يتعاطوا معهم بموضوع ان كان مادي ولا اي شيء، يكونوا معهم بموضوع معنوي اكثر.
حتى يفيدون والمستقبل نحن نبدي جيل يكون رياضي بمعنى الكلمة. نعم، طب خبرنا اليوم للي بده يفوت على رياضة كمال الأجسام ويعمل كتلة عضلية، النظام الغذائي شو الممنوع وشو المسموح؟ في عادات معينة لازم يتبعها؟ قد ايه لازم يتمرن أسبوعيا الوقت كمان حتى يقدر يفرق حاله بعد قد ايه؟ تماما، هي حميات غذائية كثير ضرورية نحن بالنسبة لنا كلاعبين بناء أجسام، بس كمبتدئ له شيء معين يعني احنا نبلش معه بحميه معينه. طبعا ان كان عم يحضر شخص لبطوله او لا عم يحضر، هي ضروري الحميه الغذائيه. انا بنصح فيها يعني. شو هي؟ الحميه الغذائيه هو نبتعد عن الدهون والسكريات ونركز على البروتين والكربوهيدرات ضمن المعايير هو الكوتش بيحددها. تمام بيحددها الكوتش وبيمشي عليها كخطه انه لنوصل لنتيجه معينه ان كان شخص سمين او كشخص نحيف بده يسمن. تمام، يعني يمكن في قواعد معينه يمكن انت ككوتش مثلا بتحددها للشخص، نسبه جرامات معينه من البروتين. تماما، الكربوهيدرات امتى بتتاخذ؟ بفتره الصبح، ما بصير ناخذها بفتره في يوم فري؟ ايه طبعا في، بس يعني في وقت معين يعني مو مباشرة، يعني بدنا ننطر فترة معينة. بحكي الهمون يعني دائما الواحد أهم شيء يوم الفري، هو كل اللعيبة بتلاقيهم عم ينطروا هذا اليوم الفري. كلها بينطروا. ايه تمام، هو يعني يمكن عدم الحرمان والشيء، بس بنفس الوقت انه يتناسب النظام الغذائي مع الرياضة، لأنه بتوقع بده بروتين يعني وكربوهيدرات بشكل كثير مدروس ومنظم. تماما، خبرنا اليوم يمكن أكثر الشباب والصبايا اليوم عم يتجهوا لرياضات لنحت الجسم، ان كان مثل ما قلنا لزياده الوزن او لتنحيف او انقاص الوزن، خبرنا عن هذا الشيء وهل ممكن الرياضه تاثر وقد ايه ممكن الوقت الصحيح اذا التزم الشخص انه يفرق جسمه. تمام، هلا بنرجع نقول نحن هو المدرب بيلعب دور كثير كبير بتاثير الرياضه على الشخص، يعني نحن وقت بنفوت على النادي بكون المدرب عم يشتغل صح، ما في اي تاثيرات، ما بصير اي مشاكل. والوقت يعني الفترة الزمنية اكيد بدها تكون بدك تبلشي من الشهر لثلاث شهور حتى تحصلي على نتيجة. نعم، هي اقل شيء يعني من شهر لثلاث شهور. نعم، يعني اذا كمان الشخص هيك بده يحضر لبطولة كمان بتفرق، بيفرق برنامجه طبعا. الحمية يعني الغذائية كلها بتفرق، الحمية الغذائية بتفرق. حتى مثلا كمان قديش فينا نركز على موضوع البروتين والمنشطات اللي عم ياخذوها هلا اللاعبين، قد ايه هي يعني بفترات معينة مهمة بقدر ما هي كمان اذا انأخذت بشكل عشوائي هي مضرة؟ هلا بالنسبة اللي عم يحضر هون، هو عم يحضر يعني هذا عنده خبرة بهذا المجال. صحيح، هذا الشيء. بس نحن بهمنا المبتدئ. تمام، المبتدئ وقت بده يفوت بمجال البروتين احنا بدنا نمشي بالحميه الغذائيه اول شيء قبل. تمام، نمشي على اذا حسينا انه في صعوبه للاعب بالحميه الغذائيه نلجا نحن للمكملات الغذائيه، طبعا تحت اشراف كوتش مختص، لانه هي في لها اصناف وانواع بالسوق كثيره، في منها المفيد وفي منها الضار. نعم. طب شو النصائح اللي انت اليوم بتعطيها لكل شاب وصبيه حابين يدخلوا مجال الرياضه كمبتدئين؟ طبعا هي الرياضه معروفه انه من سن 18 انا هيك بفضل اني، وكل شاب عنده رغبه او صبيه لا تتردد، بس تحت برجع بقول تحت اشراف مدرب، لانه كثير ضروري هذا الشيء، يتابع مع اللاعب يرشده صح مشان ما يصير اي اخطاء اللي حكينا عنه، انه مشان ما يصير اصابات هالقصص او يصير اي شيء ثاني، هيك بنضل بالسليم. وبتمنى الاهل يدعموا الشخص الشاب يعني الفات على النادي بناء الاجسام، يدعموه لابنهم، لانه ما في شيء بخوف اللعبه ضمن تحت اشراف مدرب، هي اهم شيء. نعم كوتش، في ناس بتلعب يوم ايه يوم لا رياضه ومتجهين اكثر العالم للحديد، يعني يوم ايه يوم لا، يعني هل هي كافيه بالاسبوع ليستفاد الجسم ولا لازم كل يوم؟ هي بنرجع نقول انه نحن كمدربين بنشوف الشخص ونشوف استجابة الجسم، وعلى هذا الأساس في منا نحن بنلعبه أربعة أيام، في منا بنلعبه يوم يوم لا، في أشخاص بنلعبها كل يوم. تمام. كوتش محمد، يعني مع هالمعلومات اللي قدمت لنا اياها بتكون فقرتنا وصلت لختاما، بدنا نشكرك على المعلومات، بدنا نشكر ايضا وجودك معنا، نورت صباحنا لليوم. انا بتشكركم على الاستضافه الحلوه. شكرا لك.